الجميلة بنت الوز الموهوبة المبدعة دائما في كل عمل فني بتقدمه، المتعلقة دائما حنان مطاوع، بقول لك مليون مبروك على الجائزة النهاردة. ميرسي، ربنا يخليك، الله يبارك فيك. تاني جائزة بعد جائزة نايل دراما على طول، يومين ورا بعض. الحمد لله يا رب يكتر الجوائز. يا رب، امين يا رب. 2020 شايفاها ازاي على المستوى الفني بالنسبة لي؟ يعني بأمل بأن ربنا يديني دايما الصحة والستر والسعادة، وربنا يخلي لي جوزي وبنتي ومامتي ويخلي أهلي وصحابي أجمعين يعني، ويسعد كل الناس يا رب. 2019 على المستوى الفني والشخصي كانت سنة سعيدة جدا، بنتك الجميلة ربنا يخليها لك عندها كم شهر دلوقتي؟ عندها دلوقتي 3 شهور ونص، داخلين على 4 لو سمحت، احنا داخلين الجامعة كده. اسمها صعب شوية معلش، فكريني. لا، أماليا لو سمحت. يعني ايه بقى؟ عندك انتماء فرعوني شوية، مصري قديم. يعني ايه بقى؟ الأميرة الصغيرة ابنة الملك. ملك والملكة، مش الملك بس. ما هو الملك اتجوز ملكة إن شاء الله. شايفة 2019 سنة الحظ بالنسبة لي؟ ما بحسبهاش كده، أنا دايما بشوف أنه الحمد لله على نعم ربنا، وكل سنة بيبقى فيه حاجات حلوة ربنا بيعملها لنا، وفيه ابتلاءات على فكرة، بس الواحد ما بيحبش يذكر السلبيات ودايما بيحمد ربنا على الخير.